بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ الرأسمالية هي الحل، واعتذر لبرج الجدي عن الجهل اللي كان فيه. فأنا هنا هقرأ خطاب، يعني ده كده خطاب الاعتذار لبرج الجدي، ماشي؟ وهبتدي امدح فيهم لانه برج الجدي سيدنا وابن سيدنا، مع انه عبد شيطان، بس اوكي هنحاول نفهم الموضوع ده دلوقتي. إخواني، لا يجب أن تحركنا الأحقاد على الناجحين والمتفوقين. لقد هاجمنا هنا من نفس هذا المكان الزميل والأخ الفاضل ذو الوجه البشوش مرجان أحمد مرجان، امسحها وحط مكانها برج الجدي، ووصمناه بأسوأ الصفات، ولكنه ما إن وضحت لنا الحقيقة حتى رجعنا عما كنا فيه وندمنا على ما فعلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، صدق الله العظيم. الأخ مرجان أحمد مرجان انضم إلى أسرة نور الحق، أنت فاهم؟ فدلوقتي وأنت بتقول إن جاءكم فاسق بنبأ، لازم تشاور على نفسك إن أنت غلطت في برج المعيز الشريف العفيف ذو الوجه البشوش. برج المعيز هو مثال وقدوة، يعني مثال وقدوة للشباب وللشابات وللنساء وللرجال وللأطفال وللصغار وللكبار ولكل رجال الأعمال ولكل رجال السياسة والفن والاقتصاد وكل الناس. يعني أحمد أبو هشيمة هو من برج الجدي، وبالتالي الشخص ده هو اللي بيدفع عجلة الإنتاج في مصر وبيزود الناتج المحلي الإجمالي، GDP، الجي يعني جروس دوميستيك برودكت، الناتج المحلي الإجمالي للبلد. كل ما البلد تنتج منتجات أكتر، الرأسمالية بتحبك، والرأسمالية بتقولك السوق الحر المفتوح والتنافس ما بين الأسواق، وانت تعمل حديد المصريين وانا اعمل حديد عز وننافس بعضينا. انت ليه غيران من برج الجدي؟ انت ليه غيران يا برج الاسد؟ اخرك تروح تبيع كلوتات مع برج الطور. يعني طالما ان برج الجدي يفتح مصانع ويوظف الناس عنده ويزود الناتج المحلي الإجمالي وبيديك راتب، حتى لو الراتب قليل، في المصنع الذي يمتلكه برج الجدي، احمد ربنا، احسن ما غيرك ما يلاقيش وظيفة. انت لا يا ابني وظيف، يعني انت عايز تبقى ملياردير وانت ما بتعملش حاجة، برج الجدي بيفتح لك مصنع ويوظفك عنده. بوس ايدك وش وقفة وش وظهر ان برج الجدي يريد يشغلك عنده مجرد موظف، بيديك راتب، واثبت نجاحتك وكفاءتك وكده كده هو يسرق الافكار منك ومفيش مشاكل. الراجل بيسرق الافكار منك عشان يعمل بها مشاريع ويفيد المجتمع، انت الافكار عندك ما بتستفيدش بيها، خلاص اديله الافكار. فبرج الجدي هو حرامي افكار، وهو عبد شيطان، بس هو بيعمل كده عشان مصلحتك، يعني هو بيضرك عشان مصلحتك، انت مش فاهم مصلحتك فين، لكن هو عارف مصلحتك فين. فإخواني، لا يجب أن تحركنا الأحقاد على الناجحين والمتفوقين. لقد هاجمنا من نفس هذا المكان الزميل والأخ الفاضل ذو الوجه البشوش مرجان أحمد مرجان، وتوبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. أنت ليه بتغلط في برج الجدي؟ أما اللي عايز تشتغل زي برج الدلو، مقارنة برج الجدي مع برج الدلو، برج الدلو بيطلع في الثورات والمظاهرات عشان يشقط النسوة، برج تافه وفاشل مقارنة مع برج الجدي. كل الابراج تافهه وفاشله مقارنه مع برج الجدي. المعيز يابا، ميسي تتصور مع المعيز، كل الناس تتصور مع المعيز. المعيز هو يعني دلاله على النجاح، هو جوت، هو اعظم حاجه في العالم. فانا هنا احب اقول ان انا بعتذر عن كل مواقفي السابقه، ده خطاب الاعتذار لمواليد برج الجدي، وانا تبت الى الله ولن اهاجم برج الجدي مره اخرى، لان برج الجدي هو اللي بيدفع عجله التنميه وعجله الانتاج، هو اللي بيدفع عجلة التنمية وعجلة الانتاج، وهو اللي بيفتح مصانع وشركات ومحلات، وهو اللي بيوظف الناس عنده. لولاه كان نسبة العطالة والبطالة في البلد زادت، وما كانش الناس تلاقي مرتبات تفتح بها بيوت وتتجوز بيها. بيديك مرتبات قليلة مقارنة بالأرباح اللي هو بياخدها، اعمل مصنع زيه ويفتح تجارة زيه ونفسه. الرأسمالية عايزة كده، السوق الحر المفتوح والتجارة الحرة المفتوحة عايزة كده. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. وأنا أعتذر عن كل مواقفي السابقة لبرج المعيز وعبد الشيطان الصهيوني اليهودي. وأحب أقول والله أنا ما كنتش أعرف أن أنت يعني ناجح أول الدرجات دي. بعدين أنا تأملت، يعني أنت ليه بتهاجم برج المعيز الناجح اللي عنده شركات؟ هو عنده شركات، أنت عندك إيه؟ أنت ما حلتكش اللضة، أنت واحد ولا تملك أي من متاع الدنيا شيئا، وبالتالي أنت بتهاجم شخص ناجح. هو بخيل بس ناجح، هو رجل أعمال بس ناجح، هو دمه رخم وغتت وتقيل بس ناجح. انت مش ناجح، انت
انت ما تملكش الاشياء اللي هو بيملكها. افضل برج المعيز ولا برج الحوت اسامة بن لادن الارهابي الانتحاري، مين الافضل؟ افضل برج الجدي ولا برج الجوزاء الواد القذافي اللي كان يحشي في المحشي؟ افضل برج الجدي ولا صدام ابو حسين بن صبحه اللي كان بيعمل حروب وبيعمل مشاكل؟ مين الافضل؟ مين الافضل؟ مين اللي ساكت وبياكل عيش وماشي وبيعمل مصانع وبيعمل شركات وبزنس مان كبير من كبار رجال الاعمال من العائلات التجاريه الكبيره؟ مين الافضل؟ برج الجدي نمبر 1، نمبر 1 برج الجدي. معليش انا خلاص، انا قررت اشتغل مطبلاتي عند برج الجدي. انا خلاص الايد اللي ما تقدرش تقطعها بوسه، الايد اللي ما تقطعهاش ولا مش عارف الايد اللي ما تقدرش تقطعها بوسه بوسه بوس الايادي، لازم تبوس الايادي، لازم تخضع يا طعميه، اخضع يا طعميه لمواليد برج المعيز. برج المعيز هم اللي مسيطرين. عندك جيف بيزوس اغنى رجل في العالم لما كان اغنى رجل في العالم، برج المعيز، المعيز مسيطرين يابا، المعيز مسيطرين. انت هم اللي ماسكين الاعلام، هم اللي ماسكين الجيش، هم اللي ماسكين الشرطه، هم اللي ماسكين القضاء، هم اللي ماسكين التلفزيون، هم اللي ماسكين الصحف، هم اللي ماسكين البنوك، هم اللي ماسكين الطرق، هم اللي ماسكين الكباري، هم اللي ماسكين المطارات. تركب في الطياره تبعهم، تركب في السياره تبعهم، تركب في توكيلات السيارات تبعتهم، المطاعم بتاعتهم، انت بتاكل وبتشرب وبتلبس وبتغسل نفسك وبتستحمى استخدم الصابونة والشامبو اللي برج المعيز مستورده في الشركات بتاعته. انت كلك على بعضك محاط ببرج المعيز في كل الاتجاه، المعيز محيطين بك في كل الاتجاه، حتى ميسي متصور مع المعيز. طب ده ينفع؟ بالله ده ينفع يا جدعان؟ انا كنت بتحدى كوكب الارض بحاله، انا كنت بتحدى الجبال يا جدعان، انا كنت بتحدى الجبال. احنا خلاص برج الاسد فقط هبته من زمان، من ساعة الثورة الفرنسية وبرج الاسد فقط هبته خلاص، كنا فيما مضى ملوك، ملك بلا عرش وملك لا يمتلك شيء. قال ايه؟ البرج الاسد. اسد مين يا ابني اللي انت تقارنه ببرج المعيز؟ انت عبيط يا ابني. اسد مين يا ابو اسد؟ انت ابو اسد. قال ايه الاسد؟ حلو اسد دي. يا بابا المعيز بيسيطر على العالم. اصحى للكلام، اصحى. هم صهاينة ويهود وكفرة وزنادقة وملاحدة وعبدة شيطان، ولا يعرفون من القرآن إلا اسمه ولا من حروفه إلا رسمه. ناس كده يعني انت فاهم، مفيش مخ خالص، بس هو مخهم كله في التجارة وفي فلوس، 94 ساعة في اليوم تجارة وفلوس. مش فاضيين يابا، مش فاضيين بقى للهبل ده. ولا انت عايز تمشي ورا برج الكولوتات، برج الدلو اللي راح يطلع في ثورات ومظاهرات عشان يشقط النسوان؟ اقتدي بالناجحين، الاقتداء بهم بدلا من النباح عليهم. النباح في السوشيال ميديا لن يفيدك. طيب ده اللي انا حبيت اقوله لك يعني، بس هذا والله اعلم. فالمهم يا اخوات الاسلام والايماني، الخطاب التاريخي بتاعي انا كفلكي خلاص اكتشفت ان زحل هو النحس الاكبر، وزحل كوكب اليهود، وزحل كوكب الصهاينة والبخلاء والبنوك والربا والمشاكل الربوية البنكية والتضخم المالي وطباعة الفلوس بدون غطاء ذهبي، وان الربا تؤدي الى تآكل الثروة المالية والتضخم السنوي 4%، وان البنوك هي السبب والربا هو السبب، وده حرام وحرام. احنا عارفين ان العيشة كلها حرام فحرام على هذا الشكل، على هذا البناء. ولكن هتعمل ايه؟ مين اللي موجود في ارض الواقع؟ برج المعيز. مين هم اللي مسيطرين على العالم؟ اليهود، اليهود اللي مسيطرين. مين هم الماسونيه؟ اليهود. مين هم عبدة الشيطان؟ اليهود طبعا. ايوه انا كده الفيديو ده هيتحذف من اليوتيوب وانا هتفشخ. اوكي نحاول نكمل نشوف هيتحذف ولا لا، مش عارف. المهم، فانت ليه بقى زعلان؟ انت زعلان ليه؟ انت كنادي الزمالك انت زعلان ليه؟ انت بقى ليه زعلان؟ طيب خلاص يا اخي، هم سيطروا على الفلوس والشركات وسيطروا على كل شيء عن طريق البخل وعن طريق الربا وعن طريق التجارة والاشتغال في التجارة وجمع العملة وجمع الضرائب اللي كانوا بيشتغلوا فيها ايام المملكة البريطانية، ولا ايام بريطانيا العظمى لما كانوا مش عارف مين كده الامبراطور اللي كان موجود ولا مش عارف ايه. المهم يعني مهنة جمع الضرائب كانت مهنة يعني حقيرة اللي كانوا بيقوم بها كانوا ناس حقراء، لكن بعدين صار الموضوع ان الدولة والحكومة هي اللي بقت بتجمع الضرائب بدل زمان، وانه الموضوع اصبح رسمي وشرعي وقانوني، ان البنوك اصبحت شيء رسمي شرعي وقانوني، جزء من النظام المالي والاقتصادي وكل حاجة. فانت دلوقتي انت زعلان من الجدي، ان الجدي هو اللي عنده المصانع والجدي بيديك رواتب قليلة وحقوق العمال وحقوق التأمين الصحي ومش عارف ايه وايه وايه، وانت ليه زعلان؟ روح اعمل زي، روح افتح بنك زي ما هو فتح بنك، روح افتح مصنع.
روح افتح شركة زي ما هو فتح شركة، روح افتح مصنع زي ما هو فتح مصنع، روح افتح تجارة، اعمل تجارة إلكترونية، بيع واشتري، أحل الله البيع وحرم الربا. أنت ليه زعلان؟ أنت زعلان ليه؟ البكبكة والنباح في السوشيال ميديا لن يفيد، النباح في السوشيال ميديا لن يفيد، ولذلك أنا أعتذر وأتراجع عن مواقفي السابقة من برج المعيز اليهودي الصهيوني المولود في تل أبيب عبد الشيطان، أنا أتراجع، ونحاول أن نقتدي بهم، برج المعيز على الطريقة الإسلامية، برج المعيز وفقا للضابط الشرعي، برج المعيز فيما لا يخالف الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية. هتحاول تكون رجل أعمال بما يرضي الله والرسول، هتحاول تكون شخص يتاجر بما لا يضر بمصالح الآخرين ومصالح البتنجان. طيب إخواني، لا يجب أن تحركنا الأحقاد على الناجحين والمتفوقين، لقد هاجمنا هنا من نفس هذا المكان، لقد هاجمنا هنا من نفس هذا المكان الزميل والأخ الفاضل ذو الوجه البشوش برج المعيز. تخيل يا كبرها عند الله، يا كبرها عند الله وانت تكذب. طب هنعمل ايه يا جدعان؟ وتضطربت برج المعيز سيدنا وابن سيدنا، برج المعيز هو الذي يتحكم في الاقتصاد والمال والأعمال، برج المعيز هم الإدارة والرأسمالية وهم اللي بيعينوك، هم اللي بيدفعوا الناتج المحلي الإجمالي جروس دوميستيك برودكت. طيب لو قدرت تكون زيهم اللي غير مننا يعمل زينا بس. اوكي انت غيران من برج الجدي وبتقول ان هو بيديني دوميستيك، بيديني راتب قليل، خلاص روح افتح تجارة وخليك زي، روح افتح ورشة وخليك زي، اشتغل واجتهد بدل من انت قاعد تسب برج المعيز في السوشيال ميديا. النباح لا يفيد، الايد اللي ما تقدرش تقطعها، الايد اللي ما تقدرش تقطعها بوسه، انت مضطر انك تبوسه، انت مضطر انك تحب على ايدين برج المعيز اليهود الصهيوني الكافر عبد الشيطان عديم الاحساس عديم الضمير. انت مضطر، انت الحياه اكبر انك تعمل كده، انت مضطر تعمل كده. انت يعني انت مش احنا يعني احنا ما تراجعناش عن موقفنا لان احنا بنحبه، حبتهم القرده والعفاريت، نططوهم القرده والعفاريت ان شاء الله. لا 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 لا، احنا بس عشان يعني انت فاهم ايه، نقتدي بيهم، نتخذهم قدوة في مجال ريادة الأعمال. لما تيجي تذكر اسم برج الجدي لازم تذكر ريادة الأعمال، رائد الأعمال. يعني ايه رائد الأعمال؟ يعني رجل فتح شركة. يعني ايه فتح شركة؟ يعني رائد أعمال. يعني ايه رائد أعمال وفتح شركة؟ يعني بيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ويعني رجل موظف الموظفين عنده وفاتح بيوت الناس، والشركة دي لو اتقفلت او الناس مش هتلاقي وظيفة والناس مش هتلاقي شغل والناس هيطلع ديك أبوها. طيب آخر كلام، آخر كلام، أنا ما عنديش بقى إيه أنت فاهم، أنا ما عنديش بقى إن أنا أقعد أكتر في الكلام أكتر من كده، خلاص أنا اعتذرت وقلت خطاب الاعتذار 3 4 5 6 7 8 مرات، وقلت إن برج المعيز هو قدوة للشباب وللرجال وللنساء، ويجب أن كل الناس تفتح شركات ومصانع وتتحول الدولة إلى دولة منتجة لديها الناتج المحلي الإجمالي الأكبر في العالم، 25 تريليون دولار أكبر من أمريكا، و4 تريليون دولار عند روسيا لما كانت قبل أن تفرض على عقوبات، و15 تريليون عند الصين، وتقريبا ألمانيا بنت الهرم عندها 4 تريليون، واليابان عندها ناتج محلي إجمالي 4 تريليون، ومش عارف مين نص تريليون ومين 700 تلت مليون تريليون. المهم انك توصل لنفس النجاح الذي حققه رجال الاعمال من برج المعيز. لو قدرت توصل انت رجل. كان لابد ان نتراجع عن موقفنا، كان لابد ان نظهر حكمة وعظمة وصبر برج المعيز. ميسي متصور مع المعزة، كريستيانو متصور مع المعيز، مين انت عشان تشتم المعيز؟ انت مين؟ قول لي انت مين؟ انت مين؟ تسوى كام؟ رصيدك كم؟ بتحكم كم؟ عملت ايه؟ انتجت ايه؟ تملك ايه؟ تعرف ايه؟ درست ايه؟ انت مين؟ قول لي انت مين؟ ايه ما الذي تقدمه من اجل خدمة الاقتصاد والناتج المحلي الاجمالي والناتج المحلي الاجمالي العالمي للكوكب كله؟ انت مين؟ انت ماذا تنتج وماذا تقدم؟ لو اختفيت ما حد درأ عنك، لكن احمد ابو هشيمة لو اختفى، لا انا راجل مهم، جيف بيزوس لو اختفى راجل مهم، الكثير من مؤسسين الدول مهمين. نحن لا ننكر ان المعيز وش فقر، وش فقر، ولكن هنعمل ايه؟ نتعايش.
ده اخر كلام عندي خلاص. انا سبيتهم ولعنتهم، شوهت سمعتهم انا ما شوهتش سمعته، انا قلت الحقيقه. هم فعلا برج ابني دي الكلب مكروه في الدنيا والاخره ومكروه في السماء والارض، ولكنه ناجح ملعون الصلايب. طيب شيطان وعبد شيطان، اوكي بس ناجح، بيحب الحياة الدنيا وعنده هدف وطموح، وصل لطموح وأهدافه. أمال إيه؟ أنت بقى حابب تنبح على المعيز في تويتر، وتنبح على المعيز في التيك توك، وتشتم المعيز في كل مكان؟ أوكي اشتم المعيز، وريني هتنجح ولا لأ، وريني هتوصل لمواصيلهم ولا لأ. أنت وصلت مواصيلهم؟ ده سؤال. هل أنت كإنسان أنت وصلت مواصيلهم؟ لأ، لم تصل إلى مواصيلهم، خلاص اسكت، ما أنت جدهم خلاص، بس كده، ده اللي حبينا نقوله، وللأسف والعياذ بالله. شكرا.